الله معكم أحبائي. بسلسلة حلقاتنا اللي عم نحكي فيها عن الكتاب المقدس العهد القديم، شرحنا شو فيه معالمه، العهد الجديد أيضا، كمان مرقنا على جولات القديس بولس الرسولية، حكينا عن القيادة والخدمة على ضوء النصوص البيبلية، كيف نقدر نقرأ القيادة أو بالأحرى كيف نقدر نقرأ الرعاية والخدمة على ضوء النصوص البيبلية. حبيت أنه نعمل مقاربة صغيرة للسلطة في حياة يسوع، كيف يسوع مارس سلطته كمان على ضوء النصوص العهد الجديد. بعد القيامة وتقريبا يعني قبل ما يصعد إلى السماء، وحد يسوع الأهداف لرسله وحثهم شجعهم على الالتزام فيها. بإنجيل القديس متى الفصل 28 من الآية 18 للآية 20 بقول لهم للرسل: إني أوليت كل سلطان في السماء وعلى الأرض. بكمل بيقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. بكمل، ما بوقف هون، بيقول ربنا يسوع: وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. وحد الأهداف، حط الفكرة الأساسية اللي الرسل بدون يركزوا عليها، قال لهم شو هي، وقال لهم إن هو باقي معهم إلى منتهى الأوقات. من بعد ما راح قال لهم انطروا الروح القدس يحل عليكم، وهيك فعلا يعني تحقق، صار هيدا الشيء. إذا بنرجع لحياة يسوع بنشوف إنه سبع مقومات طبعت شخصيته القيادية، رح امرق عليهم بسرعة حتى ركز بحديثنا على موضوع السلطة. أول نقطة مهمة بحياة يسوع بشخصيته القيادية هي التواضع وقربه من كل الناس. كان على صورة العبد وأبقى على صورة الخدمة والعبد، هو الخادم، أنا أتيت لأخدم لا لأخدم. تاني صفة بشخصية يسوع حلوة كتير هي اختبار الاتباع، يعني انه يكون الشخص التاني قبل ما يصير الشخص الاول. من اكبر المشاكل بالعمل الكنسي ربما لما شخص بيصير هو يعرف كل شيء، هو بيعرف كل شيء وبحل كل الامور، خصوصا الاشخاص اللي ما بيعيشوا كشخصية تانية بموقع مسؤولية، بتكون في عندهم كتير صعوبات بهذا الموضوع. أنا ما عم أقول الكل بيكونوا هيك، حتى يسوع حكي عن أنه هو كان بمرحلة من المراحل أو عاش هيدا الدور، الدور الاتباعي. بإنجيل القديس يوحنا الفصل 4 بيقول يسوع: طعامي أن أعمل بمشيئة الله الذي أرسلني. بيقول كمان بالفصل 5 من يوحنا: أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا من عندي، بل أحكم على ما أسمع. بالفصل 6 من يوحنا بيقول: فقد نزلت من السماء لا لأعمل بمشيئتي بل بمشيئة الذي أرسلني. الاتباع قبل أن يصبح في المكان الأول. ثالث نقطة بشخصيته، شخصية يسوع، العظمة في الخدمة، الأول يصبح الآخر. هيدي كانت كتير مهمة واضحة بحياته بخلاف كل اللي كانوا عاشوا بزمنه. النقطة الرابعة بشخصية يسوع القيادية هي الثقة التي تنتج جرأة، هالثقة الناجي، الثقة الواقعية اللي موجودة، خاصة لما بيكون في قناعة عند الشخص المسؤول انه كل شيء عم ينعمل هو من اجل خلاص النفوس. لما التركيز الفوكس الاخير هو على خلاص النفوس، منضلنا منتبهين على هالموضوع، ونبه عنه يسوع كتير بخلال رسالته. بيقول القديس لوقا بالفصل 4: روح الرب علي
لأنه مسحني لأبشر المساكين. بيقول لوقا كمان بالفصل 19 عن يسوع: لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه. ما قال جاي يسوع يفتش عمال الأرض، ما قال جاي يعمل سلطة على الآخرين، ما قال كل هيدول الأشياء. كان في فوكس على الفكرة الأساسية اللي هي خلاص الناس. بيقول القديس مرقس بالفصل 10: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس. فإذا هناك تركيز على خلاص النفوس، وهذا بينتج جرأة عند الإنسان المكرس أو القائد واللي عنده سلطة في الكنيسة. النقطة الخامسة مهمة بحياة يسوع، بقدر أعطيها عنوان بشخصية يسوع الإيادية، هي الاعتذار بالمنديل. الاعتذار بالمنديل أنه يكون عند الشخص المسؤول إمكانية أن يتنازل من أجل خدمة الآخرين. منشوفها بالعشاء السري، بدل ما هني يخدموه هو خدمهم، بدل ما هني يغسلوا له إجري كمعلم هو غسل لهم أرجلهم. أن يكون هناك استعداد داخلي عند القائد أو الإنسان الذي هو في السلطة الروحية أن يقوم بهذا العمل. كثير ناس بيتفاجئوا بهذا الموضوع، وعملية غسل الأرجل عند يسوع فيها دراسة لاهوتية حلوة كتير كتير بكل حركة عملها. قام عن العشاء، يعني عمل جهد تيقوم عن العشاء. في ناس تقعد على الكرسي ما بتقوم. قام عن العشاء، خلع ثيابه، اعتذر بالمنديل، صب ماء في مطهرة. كل جملة من هالجمل بها النص الحلو، نص يوحنا الفصل 13 من 4-5 اللي هي غسيل أرجل التلاميذ، في عنده قراءة روحية كتير كبيرة. النقطة السادسة بشخصية يسوع الحلوة كتير هي تفويض الآخرين. يكون في إمكانية عند الشخص المسؤول عنده ثقة بالآخرين، يعطيهم مجال يوثق فيهم حتى الملكوت يقدر ينتشر. ما يكون الشخص المسؤول بيعتبر أنه وحده بيعرف أنه ينشر الملكوت، أنه ربنا مع روحه القدوس بيعطي مواهب للناس كتار، بيزرع والناس هونيك بتحصد. والنقطة السابعة والأخيرة قبل ما أحكي عن السلطة بحياة يسوع هي بناء فريق العمل. مجموعة الرسل كانت مجموعة منسميها كتير اتروجين. There was differences between the apostles. كل واحد من ثقافة، لكن عمل منهم يسوع مجموعات صغيرة ضمنية قادرين يتعاونوا مع بعضهم، وعمل منهم جماعة متكاملة. لما صاروا قدام أول تحدي كبير سنة 50، وهيدا التحدي كان: هل كل اللي بدهم يرتدوا تيصيروا مسيحيين عليهم أن يصيروا يهود بالأول وبعدين نعمدهم ويصيروا مسيحيين؟ عملوا أول مجمع بأورشليم، جمعوا كلهم سوا وقعدوا فكروا مع بعضهم وأخذوا قرار مع بعضهم. في فريق عمل يفكر معا، يشارك معا، في سلطة مشاركة بهذا الإطار. ضويت على هالسبع نقاط تكون عم بلفت النظر على هالحالة الجميلة اللي عاش يسوع والمثل اللي عطانا إياه بعالم كان مختلف تماما عنه. بيبقى موضوع السلطة، والسؤال هو كيف استعمل يسوع سلطته؟ شو هي ماهيتها؟ شو ماهية السلطة اللي استعملها؟ رح اذكر خمس انواع من السلطة منعيشهم نحن بحياتنا او منشوفهم بحياتنا اذا قرأنا الكتاب المقدس. حتى مع اشخاص بمواقع مسؤولية في الكتاب المقدس عاشوا هالسلطات بمواقع مختلفة، وكل شخص مسؤول معرض انه يكون عم يتعاطى من هيدا القبيل. وبالتالي تفكيرنا اليوم وتأملنا اليوم هي حتى نضوي عليهم، تنكون عم ننتبه لهم في مكان عملنا أو خدمتنا أو قيادتنا، خاصة اللي عم بيعيشوا بالقيادة الروحية. في نوع من السلطة منسميه نحن السلطة الاستغلالية، le pouvoir exploitatif, exploitative power، وهو السلطة التي
تسخر الآخر لأي غاية قد يسعى إليها من هم في السلطة. بتسخر الآخرين حتى يقدر الشخص المسؤول موجود بالسلطة يعمل الشيء اللي هو بيريده. نشوفها كتير يعني حوالينا، ما رح أعطي أمثال تمكون عم دل أو أتهم بأي مقاربة. كل واحد منكم بيقدر يقرأ المجتمع اللي موجود حواليه. نوع تاني من السلطة منسميها السلطة المهيمنة، pouvoir manipulatif، manipulative power، هي السلطة على الآخر. منشوف واحد قاعد عامل هجمونية على الأشخاص الآخرين. هلا بعض الأوقات مضطر واحد يستعمل ستيل منسميه نحن man de fer dans des gants de velours، أوقات بيكون في يد حديدية بكفوف ناعمة تقدر يدير مؤسسة إلى آخره. بس هيدي منا بالمانيبوليشن، هيدي بده يكون شخص عم بدير. بس لما بيصير يحط شخصين ضد بعضهم بيحكي لواحد عن التاني اشياء منا صحيحة، او بيعادي شخصين مع بعضهم تيكون هو عم بيسيطر عليهم، بتصير سلطة على الاخر، على فكره، على ضميره. بدنا ننتبه لهيدي الامور انه كمان كتير موجودة. تالت نوع من السلطة منشوفه هي السلطة التنافسية، le pouvoir competitif، competitive power، وهي السلطة ضد الآخر. أول وحدة حكينا عنها السلطة التي تسخر، الثاني السلطة على الآخر. ال pouvoir competitif، السلطة التنافسية، هي السلطة ضد الآخر. أحدهم يذهب صعودا لأن الآخر يذهب نزولا، بصيروا يشدوا في نزول طواحد يروح طلوع. ومنشوفها كتير بمجتمعاتنا، وأوقات كتير كتار أشخاص بمواقع مسؤولية، وحتى بقدر أقول ربما تكون يعني أوقات حوالينا منشوفهم أنه بيستعملوا هل نوع من السلطة. النوع الرابع من السلطة هو السلطة المغذية، le pouvoir nutritif، nutritive power، وهي السلطة من أجل الآخر، من أجل خير الآخر، كالراعي الروحي والأهل والأستاذ الذين يهتمون لحاجات أبناء رعيتهم أولاد عائلتهم. هي السلطة من أجل خير الآخر. لما منكلف شخص أن يكون مسؤول تيكون عم يشتغل من أجل خير الآخرين، من أجل رعاية الآخرين، من أجل أنه الآخرين يكبروا. صعوبة هذا الموقف لما شخص بهذا الموقع بيضطر ياخد قرارات كتير صعبة، لما بيشوف شر موجود أو لما بيشوف في ضرر موجود عم بيسيب الآخر، ومضطر أنه هو يعرض حاله أو يعرض الموقع اللي هو فيه حتى ياخد قرار صعب من أجل الآخرين. الأصعب أوقات بيكون لما الآخرين ما بيكونوا قاريين إنه المسؤول عم بيقوم بهيدي العملية. ومنشوف نحنا قدي يسوع بهيدا الإطار قسم كبير من القرارات اللي أخدها، إذا نرجع نعمل قراءة دياجونال لنصوص الإنجيل، كانت رعايته، سلطته أو تعليمه هو تعليم نحو سلطة من أجل الآخر، من أجل رعاية الآخر، وما قدروا قريو أبناء زمنه، ما قدروا قريو صح، وبالتالي حكموا عليه بالموت، والموت على الصليب أبشع ميتة. من بعد قام وعلم الرسل هيدي السلطة، بقلنا بمحلات كتيرة عن هذا الموضوع، لكن أكتر شيء ركز عليه هو بخميس الأسرار لما قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. السلطة المغذية، نحن منتغذى من الإربان، بصير في عنا سلطة جاي من الإربان، من حضور الله بحياتنا. أما السلطة الخامسة، يعني خامس نوع من السلطة، تسميه السلطة التكاملية، le pouvoir intégratif، integrative power،
وهيدي السلطة هي سلطة حلوة كتير إذا بقدر أعطيها تحديد، هي السلطة مع الآخر. المغذية هي من أجل الآخر، لكن إذا شخص رايح أكتر لقدام في عنده نضوج أكتر، ممكن تكون أي سلطة لحدا منا هي سلطة فيها انتجراسيون، وبتصبح هذه السلطة سلطة مع الآخر، وهالسلطة بتقود إلى التكامل، بتقود إلى التطابق مع الغير. بتصير لما شخصين بيقعدوا مع بعضهم بصيروا يفكروا سوا، بيكبروا سوا، بيخططوا سوا، بيقرروا سوا. السؤال الأخير بيبقى مطروح، ليه بده يكون في سلطة استغلالية بالملكوت السماوي؟ ليه بده يكون في سلطة مهيمنة بالملكوت السماوي؟ ليه بده يكون في سلطة تنافسية بالملكوت السماوي؟ ضروري يكون في سلطة مغذية، ضروري يكون في سلطة تكاملية بين كل الأشخاص اللي بيشتغلوا، لكل الأشخاص اللي بيخدموا، لكل الأشخاص اللي بيقودوا، بغض النظر عن مواقعهم، لأنه النهاية وآخر نقطة عم نطلع عليها هي خلاص النفوس. إذا الحالة المشتركة اللي عم يطلب منا يسوع لما بكلفنا بفعل رعاية إنه نهتم بخلاص النفوس، شو ما كانت الأسباب وقديش بتختلف الأفكار، ما اللي بيوحد هو واحد، خلاص النفوس. السلطة المغذية، السلطة من أجل الآخر، والسلطة التكاملية، السلطة مع الآخر. هودي النوعين من السلطة أو السلطات اللي استعملهم يسوع أكتر شيء برعايته. بتأمل منكم ترجعوا تاخدوا نص الأناجيل، لما بتقروا النصوص تحطوا قدامكم هالخمس أنواع من السلطة، تقدروا تقروا كيف برعايته يسوع ركز على السلطة المغذية والسلطة التكاملية بعمله، وبالتالي أعطانا أفضل مثل لكل الأشخاص اللي هن بهالخدمة أو بهالقيادة، مثل صالح حتى نحن كمان كلنا نقدر نمشي عليه ونقدر نربح الملكوت السماوي ونأدي خدمتنا. عشان أكون قدرت فتكون كمان بهذا الموضوع، ربنا يكون معكم.